اهلا بيكم في خامس يوم رمضان، وان شاء الله يكون ربنا يعني يعينكم على صيام في الحر ويعيننا وتكون وصفاتنا تعجبكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفتين بس خفيفه شويه لانها سمك، وسمك كمان فيليه، فالموضوع ايه خفيف. هنعمل سمك فيليه وهنعمل جنبه رز بالكاليماري والزبيب، وهقدم لكم كمان بما اننا في الحر كده عصير متلج، خوخ متلج او حاجه ساقعه كده ترطب. هنبدا اول حاجه بالسمك بتاعي، هوريكم انا عندي سمك فيليه بالشكل ده. ممكن تجيبوا اي نوع فيليه انتوا حابينه، يعني النوع اللي انتوا بتفضلوه. انا بس هقطعه شرايح اصغر علشان هنحطه ونتبله تتبيله كده بسيطه، والافضل التتبيله ديت بعد ما نتبلها له ان هو يقعد فيها شويه، يعني يقعد ساعه كده في التتبيل يبقى حاجه جميله. انا عايزه بس اقطع كل شريحه على ثلاثه بالشكل ده كده. جيب دي كمان. ممكن نجيب ده كده عشان تبقوا شايفين معانا، احنا بنعذب المصورين صدقوني، يبقى نفسهم يوروكم بس احنا اللي الموضوع بس ما بيفرقش بقى. الواحد احساسه ان هو بيطبخ في البيت فما بياخدش باله بقى الكاميرا لازم تشوف، لكن لازم نوريكم كل حاجه كده. اهو ادي شرايح السمك بتاعتي. انا هعمل ايه؟ هشيل بس دول واغسل ايديا. هتبل شرايح السمك دي بالملح وفلفل وعصير برتقان. انا عندي تلت تقريبا عصير برتقان، بس هجيب الملح بتاعي والفلفل. ادي الملح والفلفل، وهسيبهم في قالب لمدة يعني حبة كده عبال ما اعمل لهم الخلطة. طبعا انتوا زي ما انا بقول تسيبوهم تقريبا حاجة بتاعت ساعة كده علشان يعني يشرب التتبيلة ويشرب طعم البرتقان نفسه بالشكل ده كده. ادي الملح بالشكل ده كده. على فكرة طعم البرتقان بيدي يعني بجد بيفرق صدقوني، يعني عن تجربة بيدي طعم احلى. جربوا وتقولوا لنا اخبار العصاير دي ايه كحاجه جديده تاتش جديد. انا هحطه كده بعد ما تبلناه تتبيله عاديه ملح وفلفل، وهكمل بقى كده. احط له بعد كده البرتقال، ادي عصير البرتقال تلت كوبايه حاجه بسيطه كده بس كده. هشيل بس الحاجات دي وهنسيبه شويه في التتبيله. نغسل ايدينا. نظبط كده. انا هرجعه مكانه او هسيبه على جنب كده شويه عشان هنعمل خلطه هنحطها له واحنا بندخله الفرن سوا. القالب دوت هيخش الفرن 25 دقيقه كده، يعني مش حاجه كبيره، يعني وصفه سريعه مش ما تاخدش وقت يعني مننا. اول حاجه هعملها، انا عندي جبنه رومي او جبنه تركي زي ما احنا بنقول اسكندريه، جبنه تركي بالشكل ده. احط كده شويه جبنه تركي فيها كمان ايه الفلفل، يعني ممكن تبقى القديمه او الجديده. وعندي جبنه شيدر بالشكل ده. يعني هعمل خلطه شويه مكونات كده علشان هدخلها الفرن مع السمك. وعندي كابري حوالي نص كوبايه بالشكل ده، بيدي طعم حلو وبيدي مزازه كمان حلو. وعندي فصين ثوم، خلطه قويه كده. شيل بس انا بحب ايه الدنيا تبقى على طول منظمه. وعندي هوت صوص كده او الصوص الحامي، انا مش هحط منه كتير بما ان احنا صايمين فمش عايزين حاجه حاميه. هنحط بس ايه حاجه بسيطه، يعني معلقه صغيره او نص معلقه على حسب، يعني في ناس ما بتحبش اصلا الحامي. وهحط شويه بهارات سمك تقريبا معلقه، مش هحط ملح وفلفل لان احنا السمك تبلناه بالملح والفلفل. وعندي شرايح لوز مبشور سوري متقطع بالطول، ان انا عندي بردك لان احنا الوصفه ديت بصوص اللوز، يعني لازم اللوز يبقى داخل معانا كده.
وعندي كمان كزبرة خضراء مبشورة، انا هحط تقريبا معلقتين اهو، وشرايح فلفل احمر. ادي الخلطة بتاعتي، نشيل بقى كل الكلام ده مش عايزينه، اللي احنا هنحطه مع السمك في الفرن. نظبط مطبخنا على طول علشان نبقى يعني مرتاحين واحنا واقفين. انا بقى هقلب كل الكلام ده سوا عشان هحطه على السمك بالشكل ده كده. طبق سمك جميل ان شاء الله يعجبكم، تتبيله حلوه كده. ادي التتبيله اللي انا هحطها مع السمك، وفي تتبيله تانية هعملها معاكم برضو. عباره عن ايه؟ عباره عن لوز برضو، يعني اللوز عندي في الطبق ده داخل حاجتين، لوز مبشور او شرايح طويله ولوز مبشور. هحط تقريبا نص كوبايه لوز مبشور كده، وهحط معاه كوبايه كريم بالشكل ده كده، وهقلبهم سوا لان ده كده كفايه. هقلبهم سوا، ده اللي انا هحطه على السمك كده اهو. هقلبها بعد ما السمك يشرب التتبيله بتاعتي، هشيله من التتبيله واحطه في قالب تاني واحط عليه الحاجات دي. انا كده الحاجتين بتوعي جاهزين، هشيل الحاجات دي علشان بقى نجيب القالب بس نظبط مطبخنا يبقى شكله حلو. انا لازم مطبخ يبقى A1 يا جماعه، كل مره هنقول نفس الكلام، ست البيت عنوانها مطبخ. نجيب بقى القالب بتاع الفرن كده، ونجيب شرايح السمك اللي احنا تبلناها، اللي احنا قلنا ان انتوا تسيبوها ساعه تقريبا في الفرن في التتبيل سوري. وهحط بس نحط شويه زبده بس ايه هنا كده، زبده سايحه حوالي معلقه، لان انا مش عايزه يعني ممكن من معلقه معلقتين على حسب حجم السمك، بس انا مش عايزه اكتر عشان احنا عندنا كمان كريمه، والواحد مش عايز في رمضان كده يبقى الاكل تقيل بالشكل ده. ادي كده نجيب دي هنا. خلي بالكوا احنا لما بنحرك الحاجه عشان تبقوا شايفين كويس قوي معانا بالشكل ده. بالشكل ده كده. مخرج معايا على الخط ف بيضحكني. اعمل كده واجيب اول خلطه اللي هي الكريمه باللوز المبشور، وهحطها على السمك بالشكل ده كده. كده افردها على السمك كله بالشكل ده. طبعا السمك شارب عصير البرتقال، طعم جميل. كده ادي اول خلطه. الخلطه الثانيه بقى انا هحطها عليه كلها بقى، الجبن بقى والفلفل والكابري، يعني حاجه جميله. حتى شكل الطبق وهو طالع بالالوان دي بيبقى شكله جميل قوي، وبعدين واحنا بقى في رمضان كمان العين اهم شيء. ادي كده صينيه السمك جهزت عندي، هحطها في الفرن زي ما قلنا 25 دقيقه او نص ساعه بالكتير، ويطلع طبق كده حلو. نحط سوا، احنا مسخنين الفرن علشان يبقى سخن، هنحطها 25 دقيقه على كام 200 درجه تقريبا. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الرز. الرز اللي احنا قلنا عليه هنعمله بالكاليماري والزبيب. اول حاجة هعملها ولع النار، هنحط تقريبا، انا هعمل بزيت عادي مش زيت زيتون، هحط تقريبا معلقتين زيت كده، وحمر فيه الثوم عشان هحط فيه الكاليماري بالشكل ده. طعم جديد كرز جنب السمك، بنحاول نقدم لكم اطباق مختلفه ويبقى طعمها جديد. حمر كده بقى، انا عايزه التوم بس يبقى لونه ذهبي، وعندي الكاليماري اللي انا هحمره في التوم. الكاليماري بالشكل ده جبناه وبنقطعه شرايح، او بنقطعه بيطلع حلقات بمعنى اصح، ما بيطلعش شرايح كده، اطعمه مختلفه. الحاجات البحريه بتبقى طعمها مختلف، ما
بنقطعها بالشكل ده عشان تبقى حلقات ويبقى شكلها حلو في الطبق. انا كده ايوه التوم بقى جميل. هاخد بقى شويه كاليماري كده احمرهم في التوم، ممكن مش كل ده كفايه. هقلبها بقى في التوم عشان تتحمر وتبقى يعني تتحمر كده شويه. انا عايزه اديها طعم تحميري كده عشان يبقى طعمها حلو في الرز، وفي نفس الوقت تبقى يعني ايه دخلت في السوى كده شويه. اقلب كده. على فكره هو في النار مع السخونيه بيلم كده. بصوا شكل الحلقات بقى جميل قد ايه، ليها تحميره حلوه. ادي النار عاليه كده، حتى اللون بتاعها هيغير شويه، ولما اللون يتغير وتدي كده يعني لون حلو هضيف لها ربع كوبايه خل عنب. شوفوا بقى الروايح والاطعمه، اول ما هنحط الخل بجد يا جماعه بيفرق جدا في الاطعمه. انا اخترت خل عنب احمر عشان انا لسه هحط صلصه، فاحنا مش هيفرق معانا اللون، كده كده اللون هيتغير، الرز مش هيبقى ابيض. بصوا الريحه كده اهو، هو نزل شويه ميه واخد اهو بدا ياخد اللون الحلو. انا هضيف له بقى الخل عشان كمان هنضيف الشرايح الفلفل الاخضر. احط كده الخل واسيبه بس كده ايه شويه ياخد مع الخل والريحه الحلوه. روايح بقى، روايح روايح روايح. عندي من ضمن المكونات بتاعه الطبق ده كمان عندي الفلفل زي ما قلت لكم، شرايح الفلفل الاخضر، وعندي الرز البسمتي عندي كوبايتين، وكما هي العاده هنستعمل ضعف كميه الميه او الشوربه. فانا مجهزه شوربه خضار هي اللي انا هسوي فيها الرز دوت، وعندي زبيب وعندي الليمون المجفف او اللي بنسميه اللومي، حاجه كده بتدي طعم حلو في الرز. استعملوها كمان في الخليج اكتر مع الكبسه والحاجات الحلوه دي. انا هضيف شرايح الفلفل الاخضر للرز ونطلع فاصل ونرجع. ريحه رائعه، الخل عطى ريحه حلوه قوي. حط كده شرايح الفلفل اهو تمام، ادينا حطينا كده شرايح الفلفل. هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل الرز بالكاليماري ونكمل عصير. استنوني بعد الفاصل.